كيف تدعو الآخرين إلى الإسلام؟ قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم أي الجمال الحمر، وهي من أغلى أنواع الجمال. وقال أيضا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. فاحرص على أن تدعو إلى الإسلام من تعرفه من غير المسلمين. ابدأ بأقرب الناس إليك، وهم والداك، زوجتك، ابنك، ابنتك، أخوك، أختك، أقاربك، أصدقائك. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. بين لهم الدين الحق ورغبهم فيه، بشرهم بما يعطيهم الله من النعم في الدنيا والآخرة إنهم اتبعوا الإسلام. أنذرهم أن الله يغضب عليهم إذا لم يؤمنوا بالقرآن الذي أنزله الله هداية للبشرية، أو لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. ادعوهم بمحبة وإخلاص، وأنت بنفسك كن مثالا للأخلاق الفاضلة، سارع إلى فعل الخيرات والنفع العام. إذا فعلت ذلك سوف تكون داعيا إلى الإسلام بفعلك وقولك، وسوف يسرع أصدقاؤك إلى قبول ما تدعوهم إليه إن أراد الله هدايتهم. سوف يعلمون أن ما تقوله حق، سوف يقبلون الإسلام ويحبونه ويحبونك أنت أيضا. لابد أن تتقن الحكمة في الدعوة والتعليم، فتكلم في كل مكان بما يناسبه، فقد جاء في أمثال العرب: لكل مقام مقال. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإذا كنت لا تحسن اللغة العربية فيحسن بك أن تتعلمها لتفهم الدين الإسلامي فهما صحيحا من مصادره الأصلية. حينئذ تكون إذا تكلمت عن الدين الإسلامي تتكلم عن معرفة مباشرة بكلام الله تعالى وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكلام علماء الإسلام. أهدي نسخا من هذه النشرة لمن تحب أن تدعوهم للإسلام لتساعدك في البيان.